السلام عليكم. في الفيديو ده هعرفكم ازاي عملنا الاباجوره دي من خشب الام دي اف. يلا بينا نشوف الطريقه. دي الرسمه اللي احنا صممناها، طبعا تقدر تحملها من الوصف. هنا المقاس 10 سنتي في 23، ودي قطع ام دي اف 7 مللي. هبدا اظبط المنشار وابدا اقطع المقاسات اللي موجوده في الرسمه. مقاسات الدوائر اللي موجودة في الرسمة 20 ملي، 25 ملي، 35 ملي، وطبعا تقدر تستخدم أي نوع من البنط اللي موجودة قدامك دي. وبعد كده هنبدأ ننقل منتصف الدوائر دي من الرسمة للخشب عشان نقدر نحدد بعد كده نزول البنطة بالظبط. وزي ما انتوا شايفين أنا بستخدم ألوان لكل مقاس، وبعد كده باستخدام الشنيور هبدأ أخرم الأماكن اللي أنا حددتها. وطبعا كل لون بيميز مقاس معين. وبعد كده هنبدأ نصنفر الأجزاء دي كلها حتى الدوائر من جوه. وده شكل الـ MDF بعد ما صنفرناه. هنبدأ بعد كده خطوة التجميع. أنا هنا هستخدم السوبر جلو والغيرة مع بعض، ده بيدي طبعا متانة والتصاق أقوى. ولازم طبعا نأكد على قائمية التجميع. وبعد كده برضو هنبدأ نجمع الجانب العلوي للأباجورة. ونبدأ نصنفرها تاني عشان نساوي أماكن اللحام. وبعد كده بقطع صغيرة هعمل مسند للجزء اللي تحت عشان برضو أقدر أربطها بالمسامير. وباستخدام الشنيور هبدأ أخرم أماكن للمسامير. أما بالنسبة للدهان فده متروك لاختيارك. إحنا هنا استخدمنا تشيك بنت أو دهان تباشيري، هنشارككم في الفيديوهات اللي جاية طريقة عمله في البيت. ده طبعا دهان رخيص وفي نفس الوقت سريع جدا، وده فرخة ألياف بلاستيك أو مشتت للضوء، استخدمناه قبل كده في مشاريع كتير وفي منه ألوان وأشكال مختلفة. هنقطع قطعة صغيرة منه عشان نلزقها بالسوبر جلو في الأباجورة من الداخل. ده شكلها بعد ما لزقناها. وهنجيب وصل الكهرباء بمفتاح ونوصلها لدوايا لطش. طبعا تقدر تستخدم اي نوع ليد، انا هنا استخدم ليد ديكوري. ونعملها تيست كله تمام. وبعد كده هنبدأ نثبتها في قاعدة الأباجورة. وبعد كده نبدأ نثبت القاعدة في مكانها ونربط عليها بالمسامير.
وبكده نكون انتهينا من تنفيذ الأباجور. أتمنى تقولنا رأيك في التعليقات في اختيارنا للألوان، وطبعا لو الفيديو عجبك تدعمنا بلايك وتشترك لو مش مشترك. أسيبكم مع التجربة.